السلام عليكم شير ايكونوميست، مرحبا بكم encore une fois من القناة ديالكم ايكولاند. كما وعدتكم في الدرنيير فيديو بان غيكون ان شاء الله في لا فيديو هذه وفي هذه الحلقه هذه غيكون نهضروا يا اما على لوفر دو كابيتال يا اما على لوفر دو ترافاي اون فونكسيون ديال الترتيب ديال البروغرام ديالكم. دونك لوفر دو كابيتال هو كيكون غالبا هو الاول. دونك ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نهضروا على وغادي نشرح لكم الدرس ديال لوفر دو كابيتال، واللي غادي يكون جزء سبيسيالمون في هذه الحلقه هذه غادي يكون جزء جزئين. دونك هذه الحلقه غادي يكون فيها الجزء الاول من لوفر دو كابيتال ان شاء الله. الوغ لوفر دو كابيتال البارتي اللي غنهتم بها في هذه الحلقه هذه هي البارتي 1 ديال سي 1، باعتبار ان الدرس ديالكم فيه سي 1 و سي 2 دو زانكوني. غنهتم في هذه الحلقه هذه انكوني واحد داكوغ. دونك عندنا هاد العلاقة هادي ولا هاد لا ديفيرونس هادي R1 موان سي 1 إتيكال أ لوفر دو كابيتال. هاد لا ديفيرونس هادي هي تو سامبلومون لوفر دو كابيتال. دونك لوفر دو كابيتال هو هاد العلاقة هادي R1 موان سي 1 داكوغ، هي اللي كتعطينا لوفر دو كابيتال ديالنا. R1 المعنى ديالها هي الغوفوني اكتويال ديال الكونسوماتور داكوغ، اللي كيستخدم هذاك الكونسوماتور من اجل هاد سي ان داكوغ، اللي هي سي ان اش اون كونسوماسيون بريزونت، يعني حاضره في هاد لو مو هذا باغ اكزومبل، حاضره اكتويال داكوغ، اكتويال دابا الحاضره فات باغ لو كونسوماتور بور ساتيسفير لور بوزوان، باش يشبع دوك الحاجيات ديالو وهذيك الكونسوماسيون ديالو بور فير بور ساتيسفير لور بوزوان اكتويل داكوغ، افان من اجل افان دو رياليزي لور اوتيليتي اللي هي لا فيزي او بيان لو بوت جينيرال داكوغ ديال لو كونسوماتور ديالنا. دونك سي ان سي اون كونسوماسيون بريزونت داكوغ، داكشي علاش كنديرو سي ان كنرمزو ليها بسي ان داكوغ. وهاد لو ريفوني موان هاد لو كونسوماسيون ديالو كتخلي ليا واحد ليبارني ولا المدخر، وهذاك المدخر هو لوفر دو كابيتال داكوغ. وعلاش كنسميوه لوفر دو كابيتال؟ يعني الادخار ديال بزاف ديال لي زانديفيدو كيعطينا واحد لوفر دو كابيتال داكوغ. تو سامبلومون هذا هو الدرس كامل ديال لوفر دو كابيتال داكوغ. الوغ ثانيا اون بو ديجاجي 3 كا فينونسي، ثلاثه الحالات الماليه دي كونسوماتور، ولكن ابخي لو كالكول ديال هاديك سي ان داكوغ. هاد لي كا هادو هما هادو ار ان موان سي ان سوبيريور ستريكتومون ا زيرو كا بريتور، يعني ملي كيكون عندي هاد لا ديفيرونس هادي ار ان موان سي ان كبر قطعة من الصفر، يكون الحالة ديال الكونسوماتور الحالة المادية ولا المالية ديالو بريتور دائم داكوغ، كيقدر انه يمنح واحد الصوم دارجون داكوغ دائم. الكا الثانية هي ار ان موان سي ان صغر قطعا من الصفر كا امبرانتور بالنسبة للكونسوماتور، الحالة ديال المدينية مدين هو خاصو اللي يسلفو داكوغ. ملي كيكون الحالة الثالثة ملي كتكون ار ان موان سي ان كتساوي زيرو، كالفينونسيي ديالو ني بريتور ني امبرانتور، لا دائن ولا مدين داكوغ. هي الله كيتكافى مع الكونسوماسيون ديالو اكتويال ولا في هاد الشهر ديال باغ اكزومبل ديال اللي هي سي ان داكوغ. وهذا راه التلخيص اللي درت لكم بالنسبه لهاد هاد لابارتي هادي ديال لوف دو كابيتال، والسو بارتي فيها ان ديال سي ان. راه هاد التلخيص هذا جو سوي سيغ سارتان بكل تواضع ما غتلقاش في شي بلاصه اخرى، لان بذلت مجهود فيه كبير باش ندير واحد تلخيص والواحد واحد واحد صغير لهاد الدرس هذا لاقصى درجه باش ما تخلصش لكم الامور داكوغ. وباش نديرو هاد باغ اكزومبل باش نديرو هاد الطرح هذا ولا هاد لا ديفيرونس هادي، خاصنا هاد لانكونو هذا كيكون ديجا دوني، خاصنا هاد لانكونو هاد لانكونو كنحسبو انطلاقا من لو تي ام اس و سو كونترين ديالنا داكوغ، اللي غادي نشوفو في لابارتي الثانيه داكوغ. الحالات اللي كتحط في هاد لا كيسيون ديال لو كا فينونسي
Par exemple, que j'ai le professeur directement qui voulait quel est le cas financier de le consommateur. D'accord? Tu as vu que la relation qui va te permettre de le cas financier. Mais tu n'as pas cet inconnu. D'accord? Donc, cet inconnu, on le calcule de le TMS et le sous-contraint de la partie Chania. D'accord? L'IA C2. Alors, quand j'ai dit il y a la partie l'eau de l'offre de capital, il y a la consommation actuelle ou bien C1, les consommations l'eau, au sein de l'exercice. L'hissa tchania, inshallah, qu'on ouvre le mot aide, les anna la partie tchania, les fait la consommation future, les caramzoléab C2. D'accord? وانا نعطيكم بزاف ديال لي سوكري منهم العلاقه ما بين هاد سي دو اللي هي الكونسوماسيون فيتور والعلاقه ديالها مع الكونسوماسيون اكطويل اللي هي سي ان. وانطلاقا من هاد العلاقه هادي كنقدروا نحسبوا هاد لي دو انكونو اللي هما سي ان و سي دو. داكوغ, ونتمنى هاد التلخيص اللي درت لكم لهاد الدرس اللي هو طويل في الكور ديالكم, التلخيص وهاد ليكسبليكاسيون تكون عجباتكم وتكونوا فهمتوا مزيان هاد البارتي الاولى في الكور. وكما قلت لكم عندك وتنساو ما تحضروش البارتي الثانيه اللي غادي ندير ان شاء الله في القريب ان شاء الله في هاد لا سيمين وبيان الديبي ديال هاد لا سيمين الجايه ان شاء الله. اللي قلت لكم غندير فيها بزاف ديال لو سيكري بالنسبه للعلاقه ما بين سي 1 و سي 2, لان علاش بوزات اوبليجي باش تحسبوا سي 1 و سي 2, لان سي 1 و سي 2 هما اللي كيلخصوا ليا هذاك ليتيليتي جلوبال ديال الكونسوماتور اللي هو الكونسوماسيون ديالو الحاليه والكونسوماسيون ديالو المستقبليه. داكوغ, هذه هي ليتيليتي ديالو ولا ديال السعاده ديالو انه يكونسومي دابا والمستقبل, ما كنشوفوش الماضي. داكوغ, هذا هو الدرس كامل لخصو لكم فهاد لي مينوت هادو. داكوغ, دونك غادي نقدروا نحسبوا ليتيليتي ديالو وغادي نقدروا نحسبوا هذيك لا ديفيرونس ديال ار ان موان سي ان اللي كتمكن لينا نستنتجوا بها لو كا فينونسي ديال لو كونسوماتور ديالنا. الو, قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا لو لايك الى عجبتكم الحلقه, والا كنتو مازال ما انضميتوش للقناه ديالكم اللي هي ايكولاند فديروا واحد لابوني وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. ونتمنى الحلقات يكونوا عجبوكم وان شاء الله راه مازال بزاف ديال الحلقات من هنا لقدام ان شاء الله. وخليكم في الموعد وتهلاو في راسكم, والشعار ديالنا هو لو طرافاي كيفي لا ديفيرونس. السلام عليكم.